هو حضرتك ممكن تنزلها تخش الحمام بتاع الجنينه وحضرتك تلف تستنى بره. متشكر. شوف حاجة تانية يا فندم؟ شكرا. تشرب حاجة يا استاذة؟ طيب معلش بس ممكن شاي؟ اوكي. يعني ايه ما تعرفوش راح فين؟ ازاي حتة عيل صغير يخرج من باب الفيلا ويغفلكم من غير ما واحد فيكم يعرف هو راح فين؟ انا عايز افهمها دي. سليم بيه جايز يكون راح عند حد من اصحابه، انت عارف يعني عاصم وحركاته يعني؟ اتفضلوا انتوا رجالة. اهدى يا سليم بيه، اهدى انت بس، هنلاقيه هنلاقيه. ولو عايز نمنعه بالقوة نمنعه. مش لما نلاقيه الأول يا أخويا. الو فهمت بقى ولا اقول تاني؟ علم يا فندم. كل مره علم وبتعملوا الشغل غلط. اقول تاني، مراتي المدام بتاعتي يعني ما تخرجش من باب اوضتها، اوكي؟ من غير ما نحسسها ان احنا بنقول لها ما تخرجيش يا مدام، مفهوم؟ علم يا فندم. اتفضل. الو. اهلا 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 اهلا. انت لسه عايشه يا بنت ولا ايه؟ نعم. لا والله. خطفتي بقى لوحدك ولا حد ساعدك؟ صدقتي نفسك بجد؟ المرة دي انت اللي لازم تصدق. عاصم فين؟ يا عاصم! الوقت فين؟ اخيرا ظهرتي؟ ايه ده في ايه؟ تقفلي لي الموبايل اصلا؟ عشان نعرف نتكلم براحتنا. طب ما احنا بنتكلم براحتنا. بس انا نازله من ورا اهلي وممكن حد يكلمك فانا مش عايزاهم يعرفوا مكاني. مش مقتنع خالص بس ماشي. مش حار يعني مش ازمه خالص. ماشي خلاص. ايه بقى الموضوع المهم اللي كنت عايزاني فيه؟ ابنك مخطوف. ولو ما هدتش مش هيبقى مخطوف. هيبقى مقتول. اتجننتي؟ ايه اللي انت بتقولي ده اصلا؟ انت مجنونه؟ انا فعلا مجنونه. انت ناس ان انا هربانه من الخنكه ولا ايه؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ انت دخلت هنا ازاي يا بنت انت؟ انت بتسالها هي؟ اسال رجالتك الهفا. البنت دي رحت ازاي؟ دخلت يا فندم مع الاستاذ مدحت وقالت انها مراته وعايزه تدخل الحمام. يا سلام وسيبوها تدخل كده. خلاص خلاص. تليفون لسه مقفول. ابني فين يا بنت الكلب انطعي؟ مش هقولك ان هو مخطوف
واضح انها بتوجعك قوي. ابنك عندنا لو هديت ونفذت كل اللي هقولك عليه هيرجع لك سليم. انت مش مصدقني؟ تحب اكلمه لك؟ بس طلع الكلاب دول بره. لازم يحصل فيك زي ما حصل مع المحامي الكلب بتاعك. ابني يا حسين اطلع بره. حسين اطلع بره، اتحرك. حاضر يا سليم بيه، حاضر. بس يا ريت ما تبعتش عشان هتاخد اوردر دلوقتي انك تطلع المحامي بتاعي وتعتزله كمان. اطلع بره حسين، اتحرك. واقفين عايز اسمع صوت عاصم. الو. ايوه. اديني عاصم. حاضر. انا فاهم ده ماشي. طب ايه بقى الحوار المهم جدا لازم نتكلم فيه؟ انت عاصم؟ خد كلم. كلم. الو. الو الو. ايه ده؟ انت مين ولا في ايه؟ في ايه بس؟ اديك سمعت صوته. طلباتك. اهدوا يا رجاله، اهدوا بقى خالص. ده عاصم ابن سليم بيه، كله هيبقى تمام ان شاء الله. واحنا كنا بنتصرف معاه ازاي يا ريس؟ ما كنت اتصرفت يا حلو. دخلتها الحمام مرحيض عامه هي ولا ايه؟ شدوا نفسكوا كده وعايز حراسة، ما داخل فيلا وما خارجها ولا أول الشارع، مش عايزين الفار حتى يخش. حاضر. واقفين ليه؟ ما يلا. أمشي لك المحامي بتاعك مع إنك اتسرعتي، لأنه أتفهم من إن سليم الخواجة يعلم على واحد زي ده. عينيا. حاضر. حالا. ايوه حسين. لا لا اطمن كله تمام. انا عايزك تمشي المحامي اللي اسمه نادر ده خالص. ايوه تمشيه حالا وتعتذر له. لا لا تمام كل حاجه تمام يا سيدي، متاكد من اللي انا بقوله وتسمع اللي انا بقوله. خلاص الله. يلا اتفضل. اديني همشي لك المحامي. ابني بقى فين؟ انا لسه ما خلصتش اللي عندي. وبعدين بقى في اللف والدوران ده. تعال اقعد. نعم. هي حاجة واحدة وابنك يبقى عندك. حاضر. اديني اتنيلت وقعدت. عايزة براضي. طب بالله عليكي بقى وليدي، امتى وازاي؟ زي الناس. كلم المحامي بتاعك اللي اسمه مراد، خليه يروح دلوقتي يتنازل عن القضيه. يتنازل ازاي بس؟ اولا انت هربانه، ثانيا انا حتى لو اتنازلت عن الحق بتاعي في حاجه تانية اسمها الحق المدني اللي هو حق الحكومه، ده بقى هنعمل فيه ايه؟ مع ان مفيش اي سبب يخليك تضيع وقت تلوعني، بس ماشي انا هفهمك. لما انت هتتنازل عن القضيه هتسقط الدعوه، وبالنسبه للحق المدني انا قضيت مده طويله قوي في السجن والخنكه، يعني هتبقى نفس المده. ساعتها هبقى حره
مش هربانه من حاجه. فهمت ولا تحب اتصلك بمحامي يفهمك اكتر؟ لا 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 فهمت فهمت. انا اصلا نسيت ان انت اصلا ماشيه مع المحامي بتاعك. احترم نفسك في الكلام. ماشيه معاه في قضيه واحده، قضيه ضدي. هو عمال يفتح وينخور ورايا وانت دخلت بيتي وخطفت ابني. طب لخص بقى كلم المحامي بتاعك. حاضر. وبلاش شغل الافلام القديمه، بلاش تحسسه باي حاجه في المكالمه. حاضر، هكون طبيعي. تحب تسمعي المكالمه؟ مش محتاج اسمع، انا ما اعرفش صوته. تمام حاضر. متر مراد المتر مراد. انت فين يا متر؟ انت فين؟ عمال اكلمك وابعت لك رسائل. يا اخي اسمع الرسائل اللي ببعتها لك. الله، الشغل ده مهم ومتاخر. المهم دلوقتي يا سيدي انا عايزك تطلع على النيابه وتعمل محضر تصالح في قضيه عاصم. ايوه قضيه عاصم. انا عايز ابرئ الاستاذه اللي اسمها اميره. احنا يا سيدي خلاص اتراضينا. يا سيدي انا متاكد من اللي انا بقوله. من فضلك اعمل اللي بقولك عليه بالظبط، خلاص؟ وبركز شويه، انا عارف ان انت راجل كبير وما بتسمعش الرسائل ومالكش في موضوع الواتساب ده، فبعد اذنك بقى اسمع الكلام ده عشان ده شغل متاخر بالنسبه لي، في حاجات جايه لي من بره. ها؟ طيب يا حبيبي يلا، مع السلامه، مع السلامه. اديني كلمته. براءة؟ ابني بقى هيرجع امتى؟ لسه لا متاكد. وهتتزفت. وهتتاكدي امتى حضرتك؟ وهتتاكدي ازاي؟ هيكلموني في التليفون لما يتأكدوا ان المحامي راح واتنزع عن القضية. خير يا فندم. اهلا مساء النور يا استاذ مراد، اتفضل. شكرا. خير يا مراد بيه، في حاجه؟ الحقيقه انا جاي اعمل تنازل في قضيه تخص موكلي سليم بيه الخواجه. طيب تشرب حاجه الاول وبعدين نبدا في الاجراءات. شكرا يا فندم. هات شاي لمراد بيه. ده انتوا عصابه بقى بتشتغلوني وانا مش واخد بالي. عصابة؟ يا ريت ما كانش ده بقى حالي، واكيد ما كانتش هتبقى دي اختياراتي. اوعى تفتكر ان انا مبسوطه باللي انا بعمله فيك دلوقتي، مع ان انت السبب فيه. دوق يا اخي شويه، دوق السل، دوق القهر، دوق الخوف، دوق حسرة أمي عليا وهي شايفة ضلالها في السجن من غير أي ذنب، وهي مش عارفة ترفع راسها في وسط الناس، موصومة بالعار، بنتها وسخة بتاعت عيل صغيرة، كل ده عشان الصورة متلفقة لها. لا لا ما تتأثرش قوي كده وتزعل. الأشكال اللي زيك عمرها ما هتموت بالحسرة. شوية كده وابنك هيخش عليك، خده في حضنك. بس ما تنساش بقى وهو في حضنك إن الضنا غالي قوي. لو فكرت تأذيني أو تيجي حتى ناحيتي بعد ما أخرج من هنا، أقسم بالله حياتي قصاد حياته وأنا خلاص معنى.
عنديش حاجه ابكي عليها، ما عادتش تفرق معايا اي حاجه. انا اذيك انتي؟ طب انا اوعدك بشرفي، ابني بس يرجع في حضني وهتخرجي من هنا سليمه وهوصلك بنفسي. الواد هيرجع امتى بقى؟ هنستنى التليفون. ماشي استنى.